قوة مشروع حماس أنه انطلق من القناعات الراسخة لدى أبناء الشعب الفلسطيني. لا وجود لشيء اسمه دولة إسرائيل لتكون له عاصمة اسمها القدس. إحدى أكبر المشكلات في وثيقة حركة حماس الجديدة هي إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. أوسلو هو أكبر كارثة على الصعيد الوطني، وربما هي أخطر بكثير من كارثة النكبة عام 48 أو كارثة الاحتلال عام 67. الأساس أن حماس لم تكن مرتهنة بقرار إيران. بعد مرور 4 أعوام على سقوط الخلافة العثمانية عام 1923، نشأت الحركة الإسلامية في مصر على يد حسن البنا، وتوسعت لاحقا في بلاد الشام تزامنا مع انطلاق الثورات التي عصفت على فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي، وخاصة ثورة فلسطين الكبرى عام 1936. واندفع أبناء الحركة بالتطوع من مختلف الأقطار العربية للدفاع عن فلسطين في سبيل تحريرها، ونظمت شعبا تابعة لها في القدس وكتائب عسكرية شاركت في حرب 1948. جماعة الإخوان شاركت في حرب 1948 من داخل فلسطين ومن الإخوان الذين جاءوا من خارج فلسطين. أيضا لها دور أساسي في إنشاء تنظيم سري جهادي في الفترة من 52 إلى 55 في قطاع غزة، شارك في العمليات الجهادية وشكل حاضنة قادمة لنشوء حركة فتح. عدد من قيادات حركة فتح خرجت من هذه الجماعة، وأيضا كانت لهم مشاركات بعد ذلك في سنة 68 سنة 70 في معسكرات الشيوخ إلى آخره. بعد نكبة 1948 سعت الحركة إلى تنشئة أبنائها تنشئة إسلامية شاملة من خلال مجموعاتها في الضفة وقطاع غزة، وكان أبناؤها أول المتطوعين في جبهات القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الثلاثي عام 1956 ونكسة 1967 ووصولا للانتفاضة الأولى عام 1987. كان في قراءة عند الحركة الإسلامية بال74 أن الحركة الوطنية وقعت في انحراف، ثم خطاب أبو عمار الذي قال فيه في الأمم المتحدة: جئتكم وغصن الزيتون في يد والبندقية في يد، فلا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي، بمعنى أنه البندقية ممكن تسقط. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. وبالتالي بدأ داخل الحركة الإسلامية حديث ماذا يمكن أن يكون عليه الوضع الفلسطيني لو سقطت هذه البندقية. أحداث تدافعت، يعني بعد 20 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والقضايا التوسع الاستيطاني، بدأ الاحتلال يظهر بأنه هذا حالة مش بس يعني احتلال ربما يخرج غدا، لا، حالة استعمارية. وبالتالي احنا منشأ الفكرة والحركة هي المقاومة والجهاد في مواجهة هذا الاحتلال. كان قرار مقاومة الاحتلال سابق للانتفاضة بشهور عديدة، وكان من ضمنها أن قامت يعني الجماعة بالإعداد والاستعداد في بداية الثمانينات بأعداد مجموعات بسيطة من العمل الجهادي، كان يوقع على الجدران وعلى البيانات بحاميم سين. في الاجتماع الأول بعد الانتفاضة مع الأخوة الضفة الغربية اختار هذا الاسم، بأن يعني يختصر الاسم إلى حركة إلى حماس. في 8 ديسمبر كانون الأول 1987 انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى إثر قيام سائق إسرائيلي بدهس 6 عمال فلسطينيين.
فاجتمع ممثلو حركة الإخوان المسلمين في منزل الشيخ أحمد ياسين للإعلان عن انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية. وبعد مرور أكثر من 8 أشهر على انطلاقها، أعلنت الحركة عن ميثاقها في عام 1988 الذي كتبه عبد الفتاح دخان أحد مؤسسي الحركة. بمجرد حادث المقطورة تم التنادي وتم أنه لابد من الاجتماع، وبالفعل يعني بسرعة تم الالتقاء في غزة، واجتمعنا يعني السبعة اللي هو كان من الشمال الأخ صالح شحادة، من غزة كان الشيخ أحمد ياسين والشيخ أبو حسن شمعة والدكتور إبراهيم اللزوي، من وسط كان الأستاذ عبد الفتاح دخان، ومن خميس كان الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وكنت أنا من رفح. فالتقينا بالفعل في نفس اليوم وتدارسنا الأمر، ويعني كان الحوار ساخن لأنه كان يعني قرار يعني قد يأخذ لأول مرة بأنه الخروج للمواجهة الشعبية مع الاحتلال. كان القرار في غزة، لأنه كانت قيادة الجماعة كلها في غزة كان بقيادة الشيخ أحمد ياسين، فكانت قيادة الحركة كلها في قطاع غزة هنا في غزة. فكان القرار نقل للضفة الغربية وطلب من الضفة الغربية أن تتحرك لمشاركة غزة في الانتفاضة. فكان البيان الأول يتناول لأول مرة في التاريخ كلمة انتفاضة، يعني لم تذكر كلمة انتفاضة في السابق لكن ذكرت في هذا البيان كلمة انتفاضة. طبعا لم يكن مقصود منها المعنى الفعلي للانتفاضة، لكن هو الحراك الشعبي اللي كان يسير فذكرت كلمة انتفاضة. فكان البيان أول يوم 14/12/1987. فكان لابد أن تصدر الحركة ما يعبر عنها، وصدر هذا الميثاق الذي جاء تعبيرا أوليا عن الحركة، عرف الحركة وعرف الصراع. لكن بكل وضوح هذا الميثاق لم يكن ميثاقا سياسيا، كان حالة ميثاقا تعريفيا بالحركة أكثر من كونه ميثاقا سياسيا. فتم أيضا تكليف الأستاذ عبد الفتاح دخان بأن يقوم بإعداد وثيقة تكون هي عبارة عن ميثاق للحركة يتم تداوله ومناقشته ثم إقراره وإصداره. فبالفعل قام الأستاذ عبد الفتاح دخان بإعداد هذه الوثيقة، والمسودة طبعا وزعت على الأعضاء السبعة، قبلناها وتم إقرارها بالفعل. ميثاق حماس الصادر بسنة 88 كان الهدف من وراءه أن يستجيب لواقع موجود وهو واقع نشوء الحركة، أو بالأحرى تحولها من حركة إخوان المسلمين إلى حركة حماس منخرطة في مشروع المقاومة الفلسطينية. لكن جاء الميثاق بنصوصه العامة والفضفاضة والغائمة، جاء محمل بحمولة إيديولوجية فائقة المقادير. وأحيانا مثل هذه النصوص المسيسة طبعا والصادرة عن حركات تريد تغيير الواقع. في هناك بنود محددة ربما سببت بعض المشكلات لحماس، لا سيما في اتصالاتها وعلاقاتها الدولية. من تلك البنود مثلا تعريف حماس للعدو في الميثاق، الميثاق يعرف العدو بأنهم اليهود. هذا أدى إلى اتهام حماس من بعض الأطراف واستغلال الاحتلال الإسرائيلي لهذا البند من أجل اتهام حماس بمعاداة السامية، بالرغم من هذه كانت اللغة الشعبية السائدة ولكنه يفتقر للحس السياسي. حركة المقاومة الإسلامية حماس، ميثاق 1988. المادة الأولى، حركة المقاومة الإسلامية، الإسلام منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسان، وإليه تحتكم في كل تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها. اختيار أن تكون حركة إسلامية له علاقة بمسألتين. المسألة الأولى هي الخلفية الفكرية للحركة،
أنها حركة إسلامية ابتداء وهي مقاومة. والمسألة الثانية أنه موضوع الإسلام نحن بالنسبة لنا تجاوزنا مرحلة الجدال حول الإسلام، الإسلام هو تعبير عن هوية الأمة وهوية الشعب الفلسطيني. طابعها الفلسطيني المحض، إنه في مقاومة، في احتلال يحتاج مقاومة، وهذه المقاومة لابد أن تكون بكافة الوسائل، ومن الوسائل هي الدعوة إلى الله، وبالتالي كانت المرحلة الأولى هي مرحلة دعوية. في عام 1990 انتقلت حماس للمقاومة العسكرية، وأسست جناحها العسكري الذي عرف فيما بعد بكتائب عز الدين القسام، وبرز خلال عملياته ضد الاحتلال أوائل التسعينيات. شعب تحت احتلال، وبالتالي المقاومة هي اللغة التي بسهولة فهمها، يعني أنه في النهاية أنت مش مشروع وعظي ودعوي، أنت مشروع مقاتل، عندك احتلال مطلوب منك أن تقاتل، أن تواجه هذا الاحتلال. شهد عام 1993 أول معاهدة سلام رسمية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي عرضتها حماس لما تفرضه من تنسيق أمني بين الطرفين، وباعتبارها تفريطا بحق الشعب الفلسطيني، مما جعلها ترفض المشاركة في الانتخابات الفلسطينية عام 1996. في سنة 96 كانت بدايات وجود السلطة في قطاع غزة. السلطة جاءت نتيجة لاتفاقية أوسلو، وكنا قد أعلننا رفضنا المطلق لاتفاقية أوسلو. وفي البدايات حصل يعني خلاف بيننا وبين السلطة في مسألة المقاومة، والسلطة لاحقت يعني مقاومينا ولاحقت شبابنا ولاحقت كوادرنا ولاحقتنا يعني في من بدايتها يعني بهدف بحجة أنه هناك يعني هذه الاتفاقية تنص على أنه يكون في تنسيق أمني يمنع المقاومة وكذا، لكن احنا كنا يعني نحاول المزاوجة بين انه ما نصطدم مع السلطة وبين نستمر في المقاومة، لكن تعرضنا فيها للضغوط، تعرضنا فيها للقتل احيانا كما حصل في مسجد فلسطين. حماس كان لها موقف معارض لأوسلو، وبالتالي تصدت لمشروع أوسلو، وبالتالي كان الرفض طول الوقت في أن تكون جزء من المشاركة في هذا المشروع، حتى لا تتهم بأنه أنت يعني شريك في ما يسمى بين قوسين هذه المشروع اللي اعتبروا البعض في ذلك الوقت مشروع خياني يجب أن لا تكون القوى الإسلامية طرف فيه ولا القوى الوطنية. كان أحد شروط المشاركة في الانتخابات أن يوقع المرشحون وثيقة يؤكد فيها تأييده لاتفاق أوسلو والتزامه ببنود اتفاق أوسلو، وهذا لم يكن مقبولا من طرفنا، لأن اتفاق أوسلو شكل حالة من التنازل عن جملة أساسية من الحقوق الوطنية الفلسطينية. المادة 13، تتعارض المبادرات وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة الإسلامية، فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء من الدين، فوطنية حركة المقاومة الإسلامية جزء من دينها، على ذلك تربى أفرادها، ولرفع راية الله فوق وطنهم يجاهدون. حماس شاركت في نفس العملية السياسية الانتخابية التي هي صنيعة أوسلو، الانتخابات التي حدثت في 96 نصت عليها بنود أوسلو، وهي نفس الانتخابات التي نظمت في 2006. معنى ذلك نحن أمام نفس العملية، ما الذي حدث؟ في عام 2006 شاركت حماس في انتخابات المجلس التشريعي المنبثق عن معاهدة أوسلو، كانت هذه المشاركة متعارضة مع مبادئها الواردة في الميثاق الذي أكد على نهج الحركة المقاوم. أنا أعتقد يعني الميثاق ليس مقدسا، وهناك في قضايا كانت تحتاج إلى عملية تغيير وتبديل، ومن ضمن هذه القضايا أن الحركة كانت ترفض رفضا قاطعا موضوع المشاركة سواء كان في الانتخابات أو دخول السلطة، لكن ربما بعد
وصول السلطة الفلسطينية وبعد وجود كيان سياسي فلسطيني وبعد أيضا شعور الحركة في فترة ما أنه صار هناك في حالة فساد وترهل وعدم انضباط وتراخي في الحالة الداخلية الفلسطينية، وجدت أنه هناك في فرصة أن تكون هي جزء من المنظومة السياسية ضمن شروط معينة. حركة حماس في قطاع غزة على وجه التحديد وجدت أنها راكمت مكتسبات كبيرة جدا، هذه المكتسبات لا تسمح بأن يرجع الزمن إلى الوراء. هذه ربما كانت من أهم الأهداف التي دفعت حركة حماس للدخول في انتخابات عام 2006، بالإضافة إلى أن مشروع التسوية ثبت فشله، وبالتالي ربما رأت حماس أنه بالإمكان أن تحقق نتائج ومكاسب لمشروعها من خلال دخولها في السلطة الفلسطينية. هذه هي كانت أهداف حركة حماس فيما يبدو لي، والأسباب التي شكلت تحولا في موقف حماس من دخول السلطة الفلسطينية. بالقرار ليس يعني انتكاس على المقاومة، بالعكس يعني كان قرار لابد من استمرار المقاومة في كل الظروف. حماس قامت بعملية أسر الجندي جلعاد شليط بعد فوزها في الانتخابات التشريعية، ولكن من الناحية العملية أصبح في هناك عقبات كبيرة أمام المقاومة، لأن حماس لدى الاحتلال الإسرائيلي ينظر إليها على أنها سلطة سياسية حاكمة في قطاع غزة. الذي حدث أن حماس وفقت ليس فقط في أن تكون لها كتلة قوية، وإنما في أن تكون لها الأغلبية. هذا بالنسبة لحماس خدمها في أنه منع أي استهدافات تأخذ شكل شرعنة ضرب المقاومة من خلال مجلس التشريع الفلسطيني الذي يعطي الشرعية للسلطة الفلسطينية. إذن هنا حماس دخلت على هذا الخط وأعطت شرعية للمقاومة. في الحالة الأولى كان النص ما زال إلى حد ما متحررا أو يتعالى على الواقع ويريد أن يتعالى عليه ولا يخضع له. في سنة 2006 الضغوطات والواقع الحقيقي دفع الحركة إلى تقريبا إلى الزاوية، بحيث لم تستطع إلا أن يكون هذا هو القرار الذي يستجيب لمصالحها. معنى ذلك هنا أن الواقع هو الذي تحكم في النص وهو الذي انتصر على النص. الذي تغير هو موازين القوى داخل الأرض المحتلة، بمعنى أن السلطة الفلسطينية ضعفت، وأن المقاومة الفلسطينية عموما وتحديدا حركة حماس استعادت قوتها واستعادت عافيتها، وأصبح في هناك حقائق جديدة في قطاع غزة على وجه التحديد. كل الشروط اللي كانت موضوعة سابقا من ضرورة التعهد بالموافقة على أوسلو والالتزام بأوسلو والعمل من خلال أوسلو، هذه كلها ألغيت وأوقفت ولم تكن موجودة. يكفي أن تترشح، وأن تترشح وفق برنامجك الانتخابي، وبرنامج حماس الانتخابي كان واضح في مبناه العام. السلطة كيان سياسي، الذي يملأها هو الذي يملك تغييرها. احنا لما دخلنا السلطة حولناها لسلطة مقاومة. الأمن اللي كان بتعاون مع إسرائيل الآن بتعاون ضد الخونة. الأمن اللي كان أو الجيش اللي كان بتعاون مع إسرائيل الآن جيش بتعاون ضد الاحتلال. حماس تم الضغط عليها لتنخرط في هذا الجهد العالمي ضد الإرهاب. إذا انخرطت فيه معنى ذلك أن أي سياسة تتبناها السلطة الجديدة بقيادة أبو مازن الرئيس الجديد الذي يريد أن يحقق شرعية أيضا أقوى في نظر الراعي الأمريكي سوف يكون رأس حماس هو كبش الفداء. أمام هذا التحليل وعناصر أخرى منه، رأت حماس أنها لتهرب من هذه الضغوطات كلها عليها أن تحتمي بالانتخابات. لم يكن سهلا على حماس أن توازن ما بين مشروعها القائم على المقاومة وبين أيضا مشاركتها في هذه السلطة الموجودة، لذلك كانت هناك صعوبة شديدة وليست سهلة، أدخلتها في كثير من في تناقضات، وخاصة بينها وبين حركة فتح أو بينها وبين الرئيس أبو مازن أو قيادة السلطة بشكل عام. لم تستطع حماس، والحقيقة ما كان لأي حزب آخر أن ينجح في الجمع بين الاثنتين، لأن الحكومة معناتها
هناك تنسيق إما مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل عدوك الذي تريد أن تهزمه وتحرر وطنك منه. نعرف أن قطاع غزة محاصر من كل النواحي، المواد الأساسية تدخل عن طريق إسرائيل، هناك معابر يجب أن يتم التنسيق بين إسرائيل وطبيعة أي حكم موجود في غزة حولها. والمشكلة الأخرى هي وجود كتاب عز الدين القسام. كتاب عز الدين القسام أصبحت قوة عسكرية قوية مؤثرة، القوة العسكرية الأقوى التي بحوزة الفلسطينيين، لكنها محصورة في قطاع غزة. من ناحية قامت هذه الكتائب وحماس بشكل عام خلال هذه السنوات، وهذا يسجل لحماس، قامت بإفشال معادلة الجدار الحديدي التي بنيت عليها إسرائيل عموما. كنت معارض جدا جدا لمسألة أن حماس تتفرد بالحكم، وأن حماس لا يمكن لها أن تتحمل مسؤولية الحكم في ظل وجود احتلال إسرائيلي. لكن للأسف يعني كما قلت، نتيجة الانتخابات الحاسمة ربما أشعرت حماس بنشوة من النصر وأنها قادرة على أن تدير الأمور بسهولة، لكن للأسف كما قلت وجدت أن الظروف أعقد مما كانت تتصور. المادة 27، منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية، ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق، وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه؟ فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك. وتأثراً بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة، تبنت المنظمة فكرة الدولة العلمانية، وهكذا نحسبها. ومن هنا مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسلامية فلسطين جزء من ديننا، ومن فرط في دينه فقد خسر. هذا النص هبط من علل، هبط على الواقع، فيه جانب إيجابي لكن أيضا نقد الجانب السلبي، نقد الجانب الإيجابي وهو الجانب الذي مكمل لهذا النص. ولكن ويجب أن تتخلى منظمة التحرير عن علمانيتها إلى آخره. بعد هذا النص بثلاث أو أربع سنوات عندما وقع اتفاق مدريد، وثم أيضا أوسلو، شاركت منظمة التحرير في أوسلو، حماس قادت ما يسمى بتحالف الفصائل العشرة ضد أوسلو. الفصائل العشرة في الجهاد الإسلامي وحماس، هذه منظمات يعني إسلامية، ثمن فصائل ماركسيين وشيوعيين وعلمانيين وسوى ذلك. إذن أنت انخرطت في تحالف من ناحية دينية وإسلامية مع أطراف وفصائل تقف على مربع مختلف تماما، فلماذا تذكر علمانية منظمة التحرير وتشترط إسقاط علمانية منظمة التحرير كشرط مؤسس لدخولك المنظمة؟ هنا في تناقض فرض الواقع. لذلك أنا أقول دائما أنه تجربة حماس عمليا على طول سنواتها تجربة مثيرة جدا من ناحية قراءة علاقة النص بالواقع. حماس لم يعد عندها مشكلة في الدخول في منظمة التحرير، لم يعد الجانب الإيديولوجي عائقا، تجاوزته سريعا، ظلت الموضوعات السياسية. هذه الموضوعات السياسية يفترض أن تطرح في مؤسسات منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها، وبالتالي حتى الموضوع السياسي لم يعد مشكلة في الدخول في منظمة التحرير، بمعنى الاتفاقية، بمعنى مفاوضات مدريد أو اتفاقيات أوسلو أو ما شابه، لم يعد عائقا لدخول حماس في منظمة التحرير، على اعتبار أن هذه المنظمة سوف يعاد بناؤها، وهذه الموضوعات كلها سيعاد النظر فيها بعد إعادة بنائها. كان زمانها اسمها منظمة التحرير الفلسطينية، كانت بترفع شعار تحرير فلسطين، كل فلسطين، وكانت بتقول أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين. هذا اللي جاء في ميثاقها، وهو لا يختلف معنا إلا في المبدأ. هو بده سلطة، بده بعد التحرير يعمل دولة علمانية، وإحنا بعد التحرير بنعملها دولة إسلامية. شهد عام 2007 اقتتالا دمويا بين أبناء فتح وحماس إثر رفض العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أداء مهامها في غزة، بعد فوز حماس في المجلس التشريعي عام 2006. فشكل سعيد صيام وزير الداخلية في حكومة حماس آنذاك القوة التنفيذية، ولجأت الحركة لما سمي بالحسم العسكري.
الصراع الذي حدث بين فتح وحماس في سنة 2007 وأدى إلى ما يعرف بالحسم العسكري أو ما تسميه فتح انقلابا، هو في الحقيقة ليس انقلابا، لأن الحكومة في تلك الفترة كانت ترأسها حماس، وبالتالي لا يمكن لحماس أن تنقلب على نفسها، لا يوجد هناك أي منطق في هذا. طلبنا من السلطة السابقة الجيش تبعها أو الأمن أنه يعمل معنا فرفض، ويامها رحت أنا وأبو العبد والشيخ سعيد الصيام بنكلم أبو مازن، فقال انت اتصلوا فروحي، فقلنا إحنا ما بدنا ندير الحكومة من خلال الناس اللي فشلوا، وبالتالي اضطرينا نعمل القوة التنفيذية، وبعد أن اضطرينا نعمل القوة التنفيذية حفاظا على الشارع. أعلن عن بدء عمل القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في إطار وزارة الداخلية. حركة حماس أن تقول أن الحسم العسكري كان عملية دفاع عن النفس، يمكن لها مثلا أن تقول أن الحسم العسكري كان محاولة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحركة في الانتخابات. الرواية السائدة عند حركة حماس أنها لم تكن تريد أن تصل إلى هذه المرحلة من الحسم العسكري، وإنما هي كانت تريد أن تقوم بعمليات موضعية تنهي استنزافها واستهداف عناصرها وكوادرها من قبل الأجهزة الأمنية في ذلك الحين. هل هذه الرواية مثلا دقيقة أم لا؟ هذا مثلا أمر بحاجة للفحص. لا شك كانت مرحلة مؤسفة ومرحلة دموية، يعني وصلنا كلنا بحالة من الذهول وحالة من الحزن لحدوث هذا الاقتتال الداخلي. لا شك في أسباب كثير، وأنا شخصيا عشرت كثير من الحوارات واللقاءات آنذاك، كانت هناك في أخطاء موجودة من الطرفين في هذا الموضوع. يمكن ربما كانت حركة فتح لم تكن تستسيغ أنه حماس تصبح في الحكم وهي تصبح في المعارضة، وبالتالي وضعت كثير من العصي في دواليب حركة حماس. هناك قتلى دم سال في هذا في هذه المسألة، فهذا أيضا يضع مسألة النص الجميل مقابل الواقع، وكيف أن هذا النص يتم الدوس عليه بسبب ضغوطات الواقع، والواقع هو الذي يقودك ولا تقوده. المعنى والمغزى الأساسي هو نريد المحافظة على الكيان السياسي حتى لو أدى ذلك إلى تنازلات كبرى على مستوى المشروع الوطني الأوسع. وصل انه بيصير اغتيالات على يعني المظهر الشباب على اللحية، يتم اغتيال الشباب، ومن المربعات الامنيه اللي تشكلت في المناطق بدا الانسان فيه، يعني لم يعد الانسان يعني امن على بيته ولا على زوجته ولا على سيارته ولا في عمله، فالممارسات كانت تمارس من الاجهزه الامنيه يعني الشيء لا يطاق، فكان لابد من توجيه يعني نسميه قرص ودن يعني للجهاز الامني القائم فقط. نحن كلنا بتحمل خطأ ما وقع، لأنه خطأ كبير وسالت فيه دماء فلسطينية كثر، وللأسف غابت أي جهود تتمتع بالحكمة بين كافة الفصائل لوقف هذا التدهور وعدم وصولنا إلى المواجهة المسلحة. لم تمكن من السيطرة على هذا العنصر الأساسي، لا تستطيع أن تقود حكومة والأمن والداخلية والقوى الأمنية والشرطة وغير ذلك ليست في يدك، فلذلك بل ليس هذا فحسب، بل هذه القوة مرة أخرى ملزمة من حماس اشتغلت على إفشال الحكومة، وكان هدف فتح من وجهة نظر حماس هو إفشال حكومة حماس وإظهار للعالم أن هذا التنظيم الديني لا يصلح للسياسة أساسا. ألفين وثمانية 2009 بدأت إسرائيل حربها على غزة لمحاولة نزع شوكة حماس في القطاع، إلا أن الحركة استطاعت إعادة بناء نفسها، وفي عام 2010 حاولت تجديد ميثاقها الأول الصادر عام 1988. في 2010 حاول أخ أبو الوليد أن يأخذ بعض البنود ويعيد صياغتها بطريقة
تكون مقبولة لجهد مشكور يعني استمر لأكثر من 10 سنوات من النقاشات والحوارات حتى وصلنا إلى هذه الوثيقة بالشكل الذي مفترض أنه عليه إجماع وطني. بعد ازدياد الضغوط على حماس وتشديد الحصار على معقلها الأكبر في غزة، حاولت الحركة أن تتكيف وفق المعطيات من حولها في المنطقة، فجددت ميثاقها عام 2017 بعد نقاش استمر لسنوات بين أطراف الحركة في الداخل والخارج. الوثيقة هي اجتهاد يعني من قيادة الحركة في الخارج كما ذكرت بهدف يعني إبداء المرونة للتعامل مع المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية لمحاولة يعني الوقوف في وجه هذه المحاولات اللي هي بتهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية. أنا بعتقد الوثيقة بحاجة كما قلت إلى عملية تنشيط وتفعيل وترجمة على أرض الواقع من أجل أن تصبح كما قلت واضحة العين كبرنامج سياسي لحركة حماس. ربما أوقات إن حماس فقط تقول نحن برنامج مقاوم أو يعني خيار مقاوم، هذا وحده لا يكفي من أجل إقناع أن يكون هناك في برنامج شمولي، لكن مع الأسف كما قلت يعني لم تسوق بالشكل الكافي وبالشكل المطلوب، بحيث بالفعل تعتبر هي مرجعية وتعتبر هي الحكم على حركة حماس في مسارها السياسي. 2017 جاءت بعد الربيع العربي وبعد فشل بعض الثورات وربما معظمها ونشوء مزاج إقليمي جديد معادل للثورات ومعادل للإخوان المسلمين والإسلاميين بشكل عام. فهذا العداء المتراكم والمنتشر على الأقل في الإقليم من الخليج إلى مصر إلى حد ما الأردن بشكل أو بآخر، هذا العداء وجدت حماس نفسها في قلبه، فلذلك أرادت أن تتحلل من هذا وتقول لا نحن تنظيم فلسطيني. بعض قيادات حماس كانت تبشر بالربيع العربي وكانت تبشر بهذه التحولات وراهنت على التغيرات من خلال فوز جماعات الإخوان المسلمين في أكثر من بلد عربي بالانتخابات في ذلك الوقت، فربما كان في هناك نوع من التقدير السياسي الخاطئ. حماس وكحركة مقاومة فلسطينية أكدت على احترامها للدول المجاورة لها مؤكدة عدم تدخلها في شؤونها الداخلية، إلا أن الملف السوري كان له الأثر الأكبر على الحركة، حيث اضطرت حماس لمغادرة سوريا بداية الثورة وكانت موضع شك لكثير من مؤيديها في موقفها من إيران أكبر الدول الداعمة لها. الخروج من سوريا هو تطبيق فعلي لعدم التدخل في الشأن الداخلي، لأنه أنت إذا موجود بسوريا شئت أم أبيت ستكون أحد المتأثرين وربما تكون أحد المؤثرين في الشأن الداخلي، وما زلنا نقول موقفا واضحا أعلناه في إبريل نيسان عام 2011 أنه نحن حركة تلقت دعم وتأييد من الحكومة السورية ومن القيادة السورية وأيضا من الشعب السوري، ونحن نعتقد أن الحل هو حل سياسي يحقق مطالب الشعب السوري ويحفظ سوريا موحدة. هناك سفك للدم في سوريا نحن نرفضه وندينه ولا نقبل به. بين حماس والنظام السوري كانت علاقات من أفضل ما يمكن، كانت نصيحتنا أن لا بد من إعطاء مساحة حرية لكل الشعب السوري والشعب المصري والشعب الأردني والشعب كل الشعوب حتى تعبر عن نفسها، ولا تحضر حركة إسلامية طالما أنها في هذا الإطار، وبالتالي علاقتنا كانت علاقة نصح. ولا يمكن لحماس ولا أيضا للشعب الفلسطيني أن يرفض دعم أي دولة من الدول مهما كانت لقضيته، لأنها قضية بالعكس من المطلوب من الفلسطينيين فصائلا وشعبا وأفرادا محاولة استمالة كل الأطراف لدعم القضية الفلسطينية، لذلك ما نقوم به هو أمر بدهي وطبيعي ولا يحتاج إلى دفاع. إيران مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي ونحن محتلين منهم، بيننا وبينهم كل الروابط التي تجعلنا على علاقة طيبة، لبنان أرض محتلة، سوريا أرض محتلة، وبالتالي يجب أن تكون لنا علاقة جيدة بكل من له علاقة سيئة بالاحتلال الصهيوني. بالتأكيد نحن في زيارتنا للجمهورية الإسلامية في إيران طلبنا دعما للشعب الفلسطيني كما طلبنا من كل الدول العربية والإسلامية التي زرناها وسنزورها.
هذه العلاقة تعرض حماس لسوء فهم أو لمشكلات؟ نعم هذا حقيقي، لأنه لا يمكنك في إدارة علاقاتك الدولية والإقليمية في الحقيقة أن ترضي الجميع، لا يمكن في السياسة أن ترضي الجميع، يعني هذه مسألة تبدو شبه مستحيلة. في هناك قطاعات في العالم العربي والإسلامي تتخذ من إيران موقفا طائفيا، في هناك قطاعات في العالم العربي والإسلامي تتخذ من إيران موقفا محقا، وهو أن إيران مثلا انحازت إلى نظام يقتل شعبه مثلا في سوريا، الشعب السوري، هذه ربما كانت أيضا إحدى النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها في أسباب انحياز حماس بشكل أو بآخر أو تقديمها تعبيرات تنحاز فيها للثورة السورية. شكرا لكل أولئك من أفراد وجماعات ودول وعلى رأسهم جمهورية إيران الإسلامية التي لم تبخل علينا بالمال وبالسلاح وبأمور أخرى، وأمدتنا في المقاومة بالصواريخ التي دكت حصون الصهاينة في صولات وجولات مضت مع المحتل. إيران في نفس الوقت تريد أن يكون لها شرعية في المنطقة، شرعيتها في المنطقة منقوصة بسبب هذا الاختلاف الطائفي شيعة سنة، فعندما تدعم حركة سنية مهمة مثل حماس وفي قلب قضية مركزية للعالم الإسلامي مثل قضية فلسطين، معنى ذلك أنها تتحصل على شرعية سياسية. الأساس أنه حماس لم تكن مرتهنة بقرار إيراني، أو ما يعني بعض كان يصور أنه حماس فقط تأخذ قرارها من توجهات إيران، هذا كلام. إيران لم نسمح لها أن تتدخل في الشأن الداخلي وفي القرارات المتخذة في داخل حركة حماس. وحماس لديها قيمها وأخلاقها، ولا تنسى من دعمها ولا من يدعمها ولا من وقف معها، ولكنها في ذات الوقت لا يمكن أن تساوم على دماء أمتنا وشعوبنا. هذه مبادئ حماس. المادة الثانية، حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث. علاقة الحركة بالإخوان هي بإخوان فلسطين وبالفكرة وبالمنهج وبالمعتقد، هذه أمور يعني ليس لها علاقة بالفعل على الأرض. فعل الأرض هي مقاومة للاحتلال في من أجل فلسطين وقضية فلسطين. خلت وثيقة حماس الصادرة عام 2017 من ذكر علاقة الحركة بجماعة الإخوان المسلمين، وقدمت نفسها على أنها تنظيم سياسي فلسطيني، وأن جميع قراراتها الصادرة عنها لا ترتهن لأي جهات خارجية، خلافا لميثاقها عام 1988. وثيقة المبادئ والسياسات العامة 2017، البند 32، تؤكد حماس على ضرورة استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وعدم ارتهانه لجهات خارجية. حماس سكتت عن طبيعة علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين في الوثيقة الجديدة، فبينما حماس نصت في الميثاق الأول للحركة، الميثاق التأسيسي، على أنها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين وذكرت الإخوان المسلمين في ذلك الميثاق 6 مرات، لم تذكر الإخوان المسلمين إطلاقا في الوثيقة الجديدة. ربما هناك اعتبارات موضوعية فعلية عملية تتعلق بوظيفة حركة حماس داخل فلسطين، تريد أن تقول حركة حماس أن وظيفتها هي داخل فلسطين. حماس وجدت أن هناك مصلحة في ألا تشار لهذا الموضوع، لأنه أصل العلاقة هي علاقة تنسيق بين الطرفين، هي عملية تصويب للمسار واتخاذ يعني مسارات جديدة تجنبك الوقوع في نفس الأخطاء وتدفع أكلاف غالية لأخطاء أنت كان بإمكانك تجاوزها. كذلك خالد مشعل عندما أعلن عن الوثيقة أكد على انتماء حماس لمدرسة الإخوان، وأن عدم الإشارة إلى هذا الجانب لا يعني أن حماس تركت هذا المسار أو هذه المدرسة. حماس جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، وقبل أن تسمى حماس هذا الاسم كانت هي تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين، فنحن جزء من المدرسة الإخوانية فكريا لكننا تنظيم
فلسطيني مستقل قائم بذاته. أن حماس في لاحقا تخلت عنه وشارت أنها تحمل عبء على أكتافها. إذا أرادت أن تقوم مثلا بعلاقة سياسية دبلوماسية مع الأردن أو مع بلد خليجي مثلا عنده علاقة سيئة مع الإخوان المسلمين، سوف ينظرون لها من مرآة الإخوان المسلمين، من منظار، من عدسة الإخوان المسلمين، أن هذه حركة إخوانية وليست حركة فلسطينية. حماس أيضا تعرضت إلى اتهامات وكأنها أصبحت هي فقط يعني آلة من آلات الإخوان المسلمين في العالم. لا، أنا أعتقد أنه وهذا ربما دفع البعض إلى أن يقول أن حماس ليست حركة تحرر الوطني وليست حركة فلسطينية، وأنها تعمل تضع الموضوع الإسلامي قبل الموضوع الفلسطيني. المادة 11، تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، ولا تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، ولا يملك ذلك ملك أو رئيس أو كل الملوك والرؤساء، ولا تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة. يعني عندما نقول أن أرض فلسطين هي أرض وقف إسلامي، فهذا يعني أن كل المسلمين مطالبين بالعمل من أجل تحرير هذه الأرض. نحن كفلسطينيين كحركة إسلامية فلسطينية نعمل في هذا الاتجاه، ونطالب كل الأمة الإسلامية وكل الشعوب الإسلامية أن تقف إلى جانبنا، لأن هذا جزء من عقيدة كل المسلمين. البند 20 من وثيقة 2017 جاء محملا بما يؤكد على انتهاج حماس ما انتهجته فتح سابقا في قبولها إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ضمن صيغة وطنية توافقية مشتركة، مما أثار شكوك مؤيديها بتنازلها عن دولة فلسطينية كاملة. البند 20، لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط ومهما طال الاحتلال، وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا من نهرها إلى بحرها. مع ذلك، وبما لا يعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة. هناك قوى وفصائل تلتقي على تحرير جزء من فلسطين اللي هو الأرض المحتلة سنة 1967. حماس تقول لهم في هذا البند أنها ملتزمة بتحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر، لكنها لن تمانع من أن يحرر جزء من فلسطين. هذه هي الفكرة الأساسية التي تريد أن تقولها، وتريد أن تقول لهم من خلالها أنه لا مانع من تحرير هذه الأرض، لكن لا يمكن أن تدفع له أثمان سياسية تؤدي إلى تنازل عن باقي الأرض أو الاعتراف بالكيان الإسرائيلي. مشكلتنا أننا ندفع ثمن أسبقيات تورط فيها غيرنا، فدائما يعني ينظر إلينا بمنظار ما سبقنا. الطريقة التي طرحت فيها الفكرة في الوثيقة السياسية جدلية وتنطوي على قدر من التناقضات، بالإضافة إلى ذلك هذه الفكرة لم تعد قائمة في الواقع السياسي، يعني بمعنى فكرة حل الدولتين أصبحت فكرة غير مطروحة فعليا وعمليا. يعني قيادة هذا المشروع فلسطينيا حركة فتح ومنظمة التحرير هي نفسها تقول أن مشروع التسوية فشل، أن حل الدولتين لم يعد قائما، أن الوقائع الموجودة في الضفة الغربية باتت تجعل إقامة دولة فلسطينية أمرا محالا. أقول لكم وبأمانة سنسأل عنها أمام الله، وبثبات الرجال وعهدة الشهداء، أننا لن نعترف
لن نعترف بإسرائيل. حماس لم يصدر عنها حتى الآن بشكل رسمي أنها تقبل بما يسمى بحل الدولتين أو حتى تقبل بموضوع الاعتراف بدولة الاحتلال. صحيح أن حماس قالت نحن ليس لدينا مشكلة في أن نقبل دولة في حدود عام 67، لكن مع عدم الاعتراف بدولة الاحتلال، أنها تعتبر ذلك هو عبارة عن مرحلة من المراحل التي يمكن بعدها الاستمرار في تحرير بقية الوطن الفلسطيني. إقامة دولة فلسطينية على الأراضي في العام 67 وعاصمتها القدس والأسرى واللاجئين نحن معها وموافقون، ولكن مقابل هدنة وليس مقابل اعتراف أو تنازل عن أرض الآباء والأجداد. حماس وجدت في هذه الصيغة الوسطى نوع من المهرب، من ناحية تقول أنني أقبل، ومن ناحية تانية من دون الاعتراف بإسرائيل هذا لجماهيرها ولأعضائها وللحركات الإسلامية، وحتى تدفع عن نفسها تهمة أننا نفرط مثل ما فرطت منظمة التحرير الفلسطينية. يعني لم تستطع في تقديري إلا أن تنتج ما أنتجت في هذه الوثيقة. وهناك أيضا إضافة كما أتذكر في هذه الوثيقة تقول أن لأن هذا هو الإجماع الفلسطيني. في السابق كانت حماس تلتف على هذه المسألة، تقول أنها ستوافق على أي حل سياسي حتى لو كان حل الدولتين ومع اعتراف بإسرائيل بعد استفتاء الفلسطينيين، فكانت تختبئ خلف الاستفتاء، تقول إذا وافق الفلسطينيون على حل سياسي معين أنا لا أستطيع أن أقف ضد رغبة الفلسطينيين. فهذا كان نوع من المواربة لا تقدم تنازل لكنها تختبئ خلف الإجماع الفلسطيني. لا بد من التأكيد على أننا إذا قبلنا بدولة في حدود 67 بدك تضيف عليها الآتي: أننا لا نتنازل عن شبر من فلسطين، وبالتالي بيكون الأولى آلية والثانية مبدأ. واضح؟ عشان هيك أنت بتروح على الوثيقة بتلاقي بنقيم دولة على حدود 67 لكننا لا نتنازل عن أي شبر من الأرض الفلسطينية، وقد قالك، وبالتالي ليس هناك تناقض. هذه مرحلة، الوثيقة قضية مرحلية. إن حركة حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية على حدود على خطوط، ولم نقل حدود، خطوط الرابع من حزيران عام 67 عاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم يمثل مشروع توافق وطني، مش مشروع حماس، هو مشروع توافق وطني احنا ماشيين فيه، لكن احنا مشروعنا الأساس الذي كان وسيظل هو تحرير كل فلسطين. ونقسم على ذلك أننا لن نتنازل عن ذرة تراب واحدة من فلسطين، وبالتالي يجب أن تميز بين الميثاق والوثيقة. الميثاق مبادئ لا تتغير. مؤخرا طفت على السطح خلافات بين أبناء الحركة داخليا وخارجيا، انتقلت خلالها قيادة المكتب السياسي من خالد مشعل إلى قيادة الحركة بالداخل متمثلة بإسماعيل هنية في غزة. في بداية تشكيل حماس وفي بداية تأسيس حماس وقيادة حماس كانت قيادة في الداخل، لم تكن في الخارج. يعني كل قيادة الحركة كلها، كل الجماعة كلها كانت قيادتها في قطاع غزة، مش يعني محدد يعني. لكن يعني بطبيعة الحركة، الحركة بكل أربع سنوات انتخابات، وقد يعني تداول المواقع في الحركة. انتقال قيادة حركة حماس من الأستاذ خالد مشعل إلى الأستاذ إسماعيل هنية يحسب لحركة حماس أولا أنها ثبتت نظاما في موضوع الفترتين، وثانيا أن خالد مشعل نفسه هو الذي أصر على الاكتفاء بهذه الفترة، وثالثا هذا عبر عن ما يعرف بالحالة المؤسسية داخل حركة حماس. ويشرفني ويسعدني أن أزف لشعبنا ولأبناء حركتنا ولأمتنا ولكل المحبين والغيورين على حماس وعلى القضية، أن أزف إليهم خبر ونبأ انتخاب هذا المجلس الجديد الموقر، انتخاب الأخ أبو العبد إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة. رقصة العفاريت، وصف أطلقه أبو عبيدة
الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أثناء المفاوضات في القاهرة خلال الحرب على غزة عام 2014، وبمشاركة وفد سياسي من الحركة، وهو أول تدخل عسكري معلن في قرار سياسي. البعض يحلو له أن يقول أن هناك خلافات بين الجناح السياسي والجناح العسكري، هو حر. أنا قلت في حديثي أكثر من مرة أنه إحنا داخل الحركة الكل بيعبر عن عما يظن أنه في صالح الحركة، لما يأخذ القرار الكل يلتزم به. ذهب وفد الحركة ليفاوض، التفاوض كان سيء، وكان مطلوب أنه صيغة أقرب إلى الاستسلام منها إلى وقف إطلاق النار. أنت بتدير في مقاتلين في الميدان، هو يقول لك وهو يعرض عليك الصيغة الأقرب للاستسلام أنه أنت مقاتليك يكاد يقع على الأرض، وهيك عنده تقدير غلط. فقلنا لها المقاتلين سمعوا صوتكم من الآخر، فسمع الصوت فتغير مسار التفاوض. يا شعبنا، يا أمتنا، يا كل العالم، تأتي هذه الجريمة وما ادعاه الاحتلال من إطلاق الصواريخ بالأمس ليبرر عدوانه وخرقه للتهدئة، وهو يظن أن يده قد وقعت على الصيد الثمين ليسجل صورة النصر ونهاية المعركة، بينما كانت رقصة العفاريت فيما يسمى بالمفاوضات في القاهرة، والتي حددنا موقفنا منها منذ اللحظة الأولى. أبو عبيد لم يكن موفقا ولم يكن يعني مقبولا، لأنه في قيادة سياسية التي كانت تفاوض، ومش الناطق العسكري اللي بيقول أنه يجب أنه الحركة آنذاك تتراجع أو لا تتراجع. الحرب اللي استمرت 51 يوم، لا، كان في ناس بتقول لحد هذه الفترة وكفي، في ناس بتقول لا خليها تمتد، بس هذا في داخل الحركة شيء طيب منطقي، يعني مش أوراق شطرنج، يعني لا لا شيء طبيعي. في عهد الرسول عليه السلام كان في خلافات، هي الرأي والمشورة ولا منزل أنزلك الله؟ لا، هو كان وحي بينزل، وبالتالي هذا الخلافات منطقية جدا ويجب أن تكون الخلافات. في هناك توافق وانسجام ما بين الموقف الجناح العسكري والجناح السياسي في هذه القضية، وفي نقاشات مشتركة موجودة، ويحضر أعضاء من الجناح العسكري ويكون أوقات ضمن المنظومة السياسية ويشاركوا في اتخاذ القرارات. وبالتالي أنا أعتقد إن حتى لو كانت هناك خلافات في بعض الأوقات، لكن التوجه العام أن هناك قرار واحد لحركة حماس. اليوم تنهي حماس أكثر من 30 عاما على تأسيسها. استطاعت خلال مسيرتها المحافظة على نهج الحركة المقاوم وبناء جيش القسام وحصد قاعدة شعبية واسعة في ظل التحديات التي تواجهها وحصارها في غزة منذ أكثر من 10 أعوام. الحصار الذي تعاني منه مثلا حركة حماس يمكن أن نقول أنه نوع من الإخفاق، حتى لو كان ناجم عن اعتبارات خارجية، لكن نستطيع أن نقول اليوم أن حركة حماس صمدت وظلت متمسكة بثوابتها، وهذا نوع من التكيف مع التطورات والتحولات الموجودة. وحاولت الحركة في الحقيقة أيضا أن تبتدع وسائل جديدة تتكيف فيها مع التطورات، بمعنى إذا كانت المواجهة المسلحة قد تكون لها أثمان وأتلاف باهظة في وقت من الأوقات، مثلا ابتدعت الحركة فكرة مسيرات العودة في 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 قطاع غزة، في من أنواع التكيف مثلا الموجودة في قطاع غزة، محاولة خلق نوع من الوحدة ما بين فصائل المقاومة من خلال غرفة العمليات المشتركة. حماس أصابت فينا، حافظت على الجسد الفعل المقاوم، حافظت على المقاومة، لأنه لو لم تدعم حماس نهج المقاومة لا تم استئصالها أو تغييبها بشكل أو بآخر. أنا رأيي سياسياً استطاعت حماس أن تتحول من حركة إيديولوجية تقودها نصوص طوبوية أحياناً لا علاقة لها بالواقع إلى حركة سياسية حقيقية، حركة سياسية حساباتها سياسة وتدفع أثمان سياسية وتكسب مكاسب سياسية، واستطاعت إلى حد ما أن تنجح في ربط وإدارة
مستحكمات عدة يصعب أحيانا الجمع فيها من المقاومة والحكم، استجابت أصبحت تستجيب للواقع. الحركة في مسارها العام هي مصيبة، بمعنى أن اختارت خيارا صحيحا هو الالتزام بالمشروع الوطني الذي يعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، وهو مشروع التحرر والعودة، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات من المقاومة. حماس كفكرة ما تغيرتش، الأدوات بتتغير، الصورة اختلفت تماما. وبعدين اللي بيفكر انه اللي بيدير البلد اسماعيل هنية او اللي بيديرها الشيخ احمد ياسين مخطئ، هذه مؤسسة عريقة غير مسموح فيها بالفردية ولا بالتفرد، هذه مؤسسة قرارها السياسي قرار شوري، وبالتالي يعني ما اختلفت الا اذا كان اختلفت الظروف. الكلمة النهائية والفصل الحاسم في كل هذه المسائل هو الواقع وليس النص.